بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محافظة دمياط الساعة 1:30 اليوم الأحد 10/4 تصل عربة صكوك الإطعام إلى محافظة دمياط بزنة 2 طن، وإن شاء الله معنا مسؤول التضامن لاستلامها لتوزيعها على الأسر الأوربة بالرعاية. كل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي وزير الأوقاف على دعمه المستمر والجد والفعال للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة دمياط، فله منا خالص الشكر والتقدير والعرفان، وكل عام وأنتم بخير. نصلي ونسلم على الحبيب رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، تسلمت اليوم الأحد 10/4/2022 مديرية أوقاف القاهرة 4 طن من لحوم صكوك الإطعام لتسليمها إلى مديرية التضامن، حيث تقوم مديرية التضامن بتوزيعها للمستحقين. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف وإلى جميع العاملين بهذا المشروع، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله.